والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين، حياكم الله في قناتي، أتمنى منكم تشتركون بالقناة ويصلكم كل جديد. واليوم بنرويكم كيف أصبحت شجرة الكوسة التي زرعته معي ثلاث شتلات. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا ما شاء الله، بدأ يزهر ما شاء الله، بدأ يطلع الزهر والثمار. اللهم زيد بارك كما ترون، هذا الثمار مع الورود مع هذا الذكر وهذا الأنثى. كما ترون الثمرة هي الأنثى، تجي الوردة هون والثمر هذا والذكر يجي هكذا. إذا واحد ما يعرف شو الذكر أنت من الورود، ما شاء الله ما شاء الله بدأ يطلعين. اللهم زيد بارك، وهذا عمرها شهرين ونص تقريبا أو ثلاثة أسابيع. وأنا أيضا هنا ما شاء الله، اللهم زيد بارك. وهنا أيضا هذا عمرها للسادة يعني أسبوع تقريبا، نستغرب عمر هذا أسبوع ونص. اللهم زيد بارك، وهذا هو الثمار كما ترون بهذا. اللهم زيد بارك، هذا ما شاء الله الشجر، وهذا الكوسة. نرمي لكم الثالثة ما شاء الله أحجامها، وهذا أيضا عمرها شهر تقريبا، عمرها شهر لسه تبدأ تطلع الورود الزهر ما شاء الله، أسبوع شهر أسبوع تقريبا. اللهم زيد بارك، زراعة الكوسة في المنزل. الله اللهم زيد بارك، هذا ما شاء الله بدأنا التمر يطلعين. اللهم زيد بارك، نرجع لموضوعنا هذا ما شاء الله. فأول مرة أزرع كوسة، شوف يعني أحجام مرة كبيرة ما شاء الله. نسه هذا هو ترون تنتين كوسة ما شاء الله. اللهم زيد بارك يا رب. ما شاء الله بدأت التمر يطلعين، بداية كل الانتاج يطلعين في المزرعة كما شفت في المقاطع الذي حملتوها من القناة ما شاء الله. أعمال ما شاء الله، زراعة الكوسة في المنزل، سماد كما ترون هذا خبيز مع الأسود، سماد طبيعي جدا غير مضر صحي. وأنا مجرب، وأنا دائما أزرع كل سنة. ما شاء الله ثمار بدأين يطلعين والورود. الكوسة في المنزل
محمد الزباري. ما شاء الله انتاج السنة هذه مرة قوي جدا. إذا أعجبكم المقطع حطوا لايك واشتركوا بالقناة كل يجلسكم كل جديد. كان أخوكم آدم الغزاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.